طيب خلينا نروح بقى مع حضراتكم لمركز شباب الجزيرة نعرف تفاصيل أكتر عن تسليم درجات المرحلة الثانية من مبادرة درجتك صحتك، ومعانا مراسلتنا هناك هنا أبو القاسم مراسلة قناة الأهلي. هنا صباح الخير. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أنا دلوقتي داخل مركز شباب الجزيرة بنقل لكم فعاليات اليوم الأول في المرحلة الثانية من مبادرة درجتك صحتك. طبعا المبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عشان تشجع الشباب وكل المصريين على ممارسة الرياضة. الحقيقة أنه قبل اللايف كنت بكلم مع أحد المسؤولين وقالوا لنا أن الإقبال على الدرجات كبير جدا، وأول ما تم الإعلان عن بدء حجز الدرجات كل الدرجات 1400 درجة المخصصة من وزارة الشباب والرياضة تم حجزهم في اليوم الأول، وطبعا ده بيدل أن الشعب المصري بقى عنده وعي أكثر بأهمية الرياضة، وطبعا ده كله بسبب المبادرات اللي وزارة الشباب والرياضة بقت تعملها بصفة مستمرة. كمان في خبر حلو وهو أن المرحلة الثالثة هيتم الإعلان عنها في وقت قريب طبعا بسبب الإقبال الكبير على مبادرة درجتك صحتك. بنشكرك جدا يا هنا، وهنتابع برضو مع